بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من اللايف في سلس التبول. وانا زي ما اشرنا في على صفحة العيادة ايه هي الاسباب. الموضوع الحلقة النهاردة الاسباب المؤقتة لسلس التبول. ايه اهمية الموضوع ده وبقولها لكم ليه؟ لسببين. ان الاسباب المؤقتة دي ما في سبب من الاسباب الدائمة الا ويبتدي مؤقت، ده القاعده. يعني بنسبه تقارب 100% من الاسباب الا فيما نظر خالص بتبتدي في الاول اسباب مؤقته وممكن علاجها وممكن تخف. فلو لو الحاله واهلها خدوا الموضوع ده بمنتهى الجديه، وهنعرف حالا، هيبقى سهل ان هي تتخلص من سلس البول بقيت عمرها. اما اذا اهملته، ففي ناس كتير حتى من اللي بيبعتوا لنا أسئلة وبطلب إن هم يتابعونا على الخاص، والله بيوجعوا قلبي لأنها كلها حالات بتقعد تهمل وتسيب نفسها لغاية لما هي دلوقتي على الحركرك ما بين الحالة المؤقتة وما بين الحالة الدائمة. وهي لو استمرت في إهمالها، ودي فرصة أنا بوجه لكل الناس اللي دخلوا وقالوا لي البوستات المشابهة، خلي بالكو ما تهملوش سلس البول، لانه لو بقى اسباب دائمة بقت مشكلة كبيرة وعلاجها صعب. اول سبب من الاسباب دي اللي هي فقدان الوعي. وفقدان الوعي هنا اللي يهمنا بقى الحل، هنخش في الحلول من هنا وطالع. ففقدان الوعي تبص تلاقي مثلا ايه، الجد، الاب، واحد مدروخ مش مركز، السكر ملخبط فبيجيله اوقات مش مركز مش فايق، يعني هي العملية بدرجاتها. فتبص تلاقي معاه سلس البول، تلاقي الدنيا راحت ايه، ما زبطتش، سواء راجل او ست على فكرة الاسباب واحدة. فدي السبب الاولاني وحله سهل، ان انا اظبط السكر، ان انا اشوف الاسباب بتاعت الدروخة والدوخة وان الواحد ما يبقاش مركز. خلي بالك من ضربات الشمس، في ناس بتاخد ضربات الشمس من غير ما تتعرض للشمس في الحرارة العالية زي اللي احنا عايشين فيها، في ناس بيجي لهم ضربة شمس في الظل، تبص تلاقي مش مركز ويحصل هذا الكلام، وفي بعضهم يجي له جدوره شديده في ازاي يجي لي ده، فهو يبقى حريص انه يشرب سوائل مثلا كتير، انه ما يتعرضش لدرجه الحراره العاليه، وهكذا. يعني كلها حلولها بسيطه يا شباب ويا بناتنا اللي بيسمعونا. السبب الثاني الالتهابات. واللي بيعالج الالتهابات حاجتين قبل ما يبقى المضاد الحيوي زي ما انتم فاكرين، هو علاج شرب السوائل الكتير خاصة المية. وبيبقى البول اللي بيجري كمية كبيرة ده، البول اللي بيجري ده بول مش صعب يتكون فيه التهابات. الحاجة التانية لو في التهابات موضوعية قريبة من المثانة، مثلا زي في المهبل او مجرى البول، في المهبل في الجلد بتاع يعني الخارجي جنب مجرى البول، تخلي بالها تعالج الكلام ده كويس لانه مصدر من مصادر الالتهابات ده تتعالج. الحاجة التانية ما تسيبش املاح ويبقى البول مركز وبيبقى فيه حرقان، لانه ورا الاملاح دي وتركز البول ويبقى البول لونه غامق وراها ان هيبقى فيه التهابات، يبقى ده حله سهل. السبب الثالث اللي هو ضمور مجرى البول والمهبل. الضمور هنا مش معناها ان حاجة يعني بتبقى هيكلية، لا، ده هي البطانة ما بتبقاش حيوية. الحيوية دي مربوطة بالهرمونات، بتاخد اقراص منع الحمل مثلا، خاصة الحقنة اللي كل 3 اشهر، في بعض الناس حساس الجلد عندهم، او تسيب نفسها هرمونات الذكورة تعلى عمالة تاكل جانك فودز والاكل الدليفري، فهرمونات الذكورة عليت فبيحصل الضمور ده، لان المجاري البولية والجهاز التناسلي الاثنين بيتأثروا بهذه الهرمونات، فبيبقى الاضطراب واخدان الهرمونات من بره بيبقى له تأثير، وبيبقى ده مهم في الحالات اللي زي ده، وده يتعرف من الوقاية. في عندنا بعد كده اسباب دوائية، في بعض الادوية اللي الناس بياخدوها من اول لما تاخدها تحس ان التحكم ضعف، فترد على الدكتور بتاعها لانه ممكن يشوف اذا كان ممكن الاستغناء عن هذا الدواء واستبداله بدواء اخر، ودي في قائمة طويلة من الادوية مش عايز اوجع دماغكم بيها، لكن الاساس هي الادوية اللي بتساعد
اللي بتتحكم في الجهاز اللي بنقول عليها الدكاتره اللي سامعيننا الباراسمباثيتك، اللي بتزود الباراسمباثيتك او بتقلل السمباثيتك، تلاقي التحكم في البول ضعف، لان دي الاعصاب اللي بتغذي وبتنشط مجرى البول، بتضعفه الباراسمباثيتك ده، وبتنشط انقباضات المثانه. وبالتالي لو اخدنا الادويه اللي بتشتغل على النقطه دي، هتبص تلاقي في عندنا سلس للبول. وفي حاجات النفسيه، في ناس كتير يحسوا ان عمليه سلس البول ده بيحصل، واحده معرضه لامتحانات، واحده هتتجوز، واحده قربت تولد، واحده في عندها حد من بناتها تعبان، واخدين بال سيادتكم، حد من والدتها يعني قلقان عليها، في موضوع شاغل بالها. تخلي بالنا الاسباب النفسيه دي حلها مهم. الحاجه اللي بعد كده، زياده كميه البول ده مش متعارضه ان الواحد يشرب سوائل. زياده كميه البول لاسباب مرضيه، يعني ايه؟ واحده بتاخد مدر للبول بكميات كبيره، فدي لازم تتعود زي ما هنعرف بعد كده انها تخش الحمام بفترات منتظمه. واحده سايبه السكر يعلى قوي، فبالتالي دي برضو بتبقى عرضة ان يحصل سلس البول. الحاجة اللي بعد كده خلة الحركة. ولو تلاحظوا تبص تلاقي السيدة المصرية فيها مشكلة لما تعدي الاربعين، تبص تلاقي حركتها قلت، وتبتدي تردد كلمة يلا حسن الختام، رغم ان متوسط، انا بكرر تاني وقلتها تاني ومش همل منها، متوسط عمر السيدات تعدى 80 سنة، وقريب هيوصل 100 سنة. فانت قدامك لسه نص عمرك اللذيذ، اتجوزتي وخلفتي وربيتي وتعلمتي واشتغلتي، فانا ده جه الوقت اللي انت تستمتعي بحياتك، فمن ضمنها لازم يبقى في حيويه وحركه، ولازم اهلك زي يساعدوكي على كده، ولازم تستجيبي لنداءات الاطباء في انها تزود الحركه، لان الحركه دي هتبص تلاقي السكر ما جاش، هتلاقي الضغط ما جاش، هتلاقي الضغوط النفسيه ما جاتش، شايفين كل حاجه بتؤدي الى الحاجه الاخرى. الحاجة الأخيرة اللي هي الإمساك الشديد. آدي السبع حاجات اللي بتعمل هذا الكلام اللي بيبقى فيه حزق مستمر. والحزق المستمر، فاكرين لما قلت لكم في عندنا ضغوط في مجرى البول وفي ضغوط في المثانة، دي بتبقى طبيعي 20 ودي 60 سنتي مية. فلما بيحصل تحميل بالحزق ده، بتبتدي يعني الميكانيزم ده اللي هو بتاع التحكم في البول يضعف، فما نقعدش نحمل عليه بالحزم. وعلى فكرة ده مرتبط بقلة الحركة، وده مرتبط بالحالة النفسية، وده مرتبط ان هي بتبقى يعني الست اول لما تكبر، يعني خاصة لو عدت الخمسين والستين سنة، مكسوفة انها تشرب سجاير عشان تخش الحمام كتير، مكسوفة انها تستخدم الحمام فترة طويلة عشان الامساك، وبينتج عنه مزيد من الامساك، وينتج عنه مزيد من سلس البول. ودينا عرفنا الاسباب بتاعه سلس البول المؤقته، ولازم نعالج في المرحله دي. ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونلتقي في الحلقه القادمه. وبكرر لكم تاني ان سلس البول بيصيب 100% من الانسات والسيدات، فده موضوع مهم وفهمكم ليه مهم. وانا سعيد ان الناس اللي بيبعتوا لي على الرسائل بقوا فاهمين فهم يعني عالي يفرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.